اهلا بيكم، معاكم محمد النحال من قناة مايننج بالعربي. في حلقة النهاردة هنتكلم عن اول خطوة من خطوات المينرال بروسيس، وهي الكسارات. الكسارة تعتبر عنصر اساسي في عملية التعدين. الكسارة هي عبارة عن آلة بتستخدم لتقليل حجم الصخور الكبيرة الى صخور اصغر او الى حصى. وجدت اول كسارة عام 1830، وفي عام 1857 تم الكشف عن اول بليك جو كراشر للعالم إيلي ويتني بليك. بتختلف الكسارات على حسب نوعها وعلى حسب الموديل وعلى حسب الطراز وعلى حسب المادة المراد كمان تكسيرها. دلوقتي خلونا نشوف ايه انواع الكسارات الموجودة عندنا وايه الفرق ما بينهم. زي ما واضح قدامنا في الصورة، بتنقسم الكسارات الى نوعين: primary crusher و secondary crusher. primary crusher بتتقسم لنوعين: gyratory و jaw crusher. و secondary بتتقسم لثلاث انواع: cone crusher, roll crusher و impact crusher. يلا بينا نشوف واحدة واحدة فيهم بالتفاصيل ونعرف الفرق بالظبط ما بينهم. اولا نبدأ بالgyratory crusher. الgyratory crusher بتستخدم في المناجم الكبرى والمحاجر. زي ما واضح قدامنا في الفيديو ان هي بتتم عملية الدوران فيها في خلال دورة كاملة. تعتبر كبيرة جدا، حيث انها تقدر تستخدم شحنة كاملة في مرة واحدة لسيارة حمولة 350 طن. مناسبة جدا للمواد شديدة الصلابة. من مميزاتها ان تركيبها رخيص، ولكن يعاب عنها ان هي مكلفة في بنائها وصيانتها. بيتراوح بنائها في مدة من 6 ل 12 شهر. تاني نوع معانا زي ما نشوف دلوقتي برضو في الفيديو، الجو كراشر. تستخدم في المناجم والمحاجر وإعادة التدوير والمعامل. بيتم التكسير فيها في نصف دورة فقط، تعمل من 250 ل 400 اهتزاز في الدقيقة. مناسبة للمواد الصلبة والحصى ومواد إعادة التدوير. من مميزاتها ان هي غير مكلفة وصيانتها رخيصة، لانها بتعتمد على تغيير الالواح الداخلية فقط. في منها ثلاث انواع: البليك جو كراشر، وده زي ما احنا شايفين بالظبط هو بيكون مثبت من اعلى وبيكون جزء الهزاز في الاسفل لطحن المواد. النوع الثاني دوج جو كراشر، وده زي ما واضح في الصوره بيكون مثبت من اسفل وبيكون الجزء المتحرك اللي بيتم تكسير المواد من خلاله في الاعلى، وده بيستخدم في الغالب في المعامل. النوع الثالث اليونيفرسال جو كراشر، وده بيكون مثبت في المنتصف وبيكون الجزء الاعلى والجزء السفلي هما المتحركين. تالت نوع معانا الكون كراشر. الكون كراشر تعتبر من السكندري كراشرز، لانها بتكسر الاجزاء الصغيرة لاجزاء اصغر حجما. تشتغل زي ما هو واضح قدامنا بالظبط في الفيديو. هي عبارة عن جسم مخروط، وبيتم اسقاط الاحجار المراد تكسيرها من اعلى، وبتنزل من فتحتين اللي على الجناب نتيجة دوران دورة كاملة. في منها نوعين: ستاندر كون كراشر وشورت هيت كون كراشر. الفرق ما بينهم بيكون في فتح حجمة الدخول، وبتستخدم الشورت هيت كون كراشر في المواد الأدق والأصغر حجم. رابع نوع معانا الرول كراشر. والرول كراشر ممكن نقول ان هو تاني نوع من انواع السكندري كراشر، وبرضو بيتقسم عندنا النوعين: سنجل رول ودبل رول. زي ما واضح قدامنا في الفيديو، السنجل رول هو عبارة عن بولي بيتم الدوران فيه وبيكون فيه جسم ثابت. نتيجة ان المواد بتسقط من اعلى ما بين جزء الدوران وجزء الثابت بيتم سحق المواد. النوع التاني اللي معانا من الرول كراشر هو الدبل رول كراشر. وزي ما واضح قدامنا هو عبارة عن تو بوليز، ونتيجة دورانهم ونزول المواد ما بينهم بيتم سحق المواد الى احجام اصغر. اخر نوع معانا الامباكت كراشر، وده بيستخدم كسكندري كراشر حيث بيقوم طحن المواد اللي عندنا الى اجزاء اصغر حجما. في منه نوعين: هوريزونتال امباكت كراشر، ده بيشتغل زي ما هو واضح قدامنا في الفيديو عن طريق الشافت، بيلف ويطحن المواد المراد تكسيرها. النوع التاني الفيرتيكال امباكت كراشر، وده بيشتغل زي ما هو واضح قدامنا في الفيديو بالظبط. طبعا كل منجم او مصنع بيكون ليه خطوات معينة اللي من خلالها بيقدر يحدد ايه نوع الكراشر، وهل هيستخدم كسارة واحدة ولا اتنين، او ايه الانواع بالظبط اللي يقدر يستخدمها عشان يوصل لافضل نتيجة ممكنة للمادة اللي هو حابب ان هو يكسرها عنده.
في أسئلة عامة بتتسأل ومن خلالها نقدر نحدد هل أنا هستخدم كسارة واحدة ولا اتنين وإيه الأنواع اللي أنا محتاج أستخدمها. خلونا نشوف دلوقتي مع بعض إيه هي الأسئلة اللي من خلالها بقدر أحدد نوع الكسارة اللي أنا محتاجه. أولا بيتم اختيار نوع الكسارة على حسب المواد المراد إنتاجها من حيث الحجم والشكل، الحجم الأقصى للمواد المدخلة على الكسارة بتاعتي، سعة الاستعمال، إمكانية تمرير مواد غير قابلة للكسر وبدون ضرر للكسارة، الطاقة لكل وحدة منتجة، الأمان والصيانة، قطع الغيار وتوفرها في البلد اللي أنا شغال فيها. بعد ما بنجاوب على الأسئلة دي بنكون قدرنا نحدد إيه نوع الكسارة اللي إحنا هنستخدمها، وبعد كده بنقدر نحدد الكسارة والصيانة حسب المدة وحسب الاستهلاك اللي إحنا عايزينه في المنجم أو المصنع بتاعنا. من كده نكون شرحنا الكسارات ونكون شرحنا انواعها. خلونا نعرف معلومة اضافية، ان في اكتر من 200 شركة على مستوى العالم بتشتغل في تصنيع وانتاج الكسارات. هنقول على سبيل المثال 3 من اشهر الشركات المتواجدين في الوطن العربي وشركة مصانع ومناجم كتير جدا بتستخدمهم. من اشهر الشركات هي شركة زي ايفل سميث، ميتسو، وساند فيك. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا حلقاتنا الجاية، ولو حد عنده أي تعليق أو أي سؤال خاص بالكسارات ياريت يسيبه لنا وهنرد عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية. شكرا والسلام عليكم.